المترولوجيا هي علم القياس، كتشمل وحدات وأجهزة القياس ومجالات تطبيقها. المترولوجيا حاضرة بقوة في حياتنا اليومية، وكتلعب دور أساسي في عدة مجالات كالصحة والمعاملة التجارية والسلامة الطرقية وحماية البيئة. دقة أجهزة القياس هامة للغاية، لأنها كتحمي المواطنين والتجار والمستثمرين. نتقربوا أكثر من هذا المجال ونتعرفوا على الأهمية ديال الدقة في أجهزة القياس. مالي كشرت من المتجر ديال الحي كيلو ديال الخضرة، بعد ما خلصات لاحظت بأن الكيس خفيف وما وصلش الكيلو. ملي وصلت للمنزل عاودت وزنات الخضرة، وبالفعل لقات فيها غير 850 غرام. في هذه الحالة هناك احتمالين، إما ميزان المتجر غير مضبوط، إما الميزان ديال الملكة هو اللي فيه الخلل. أجي ونشوفوا مثال آخر. هذا ميزان إلكتروني لقياس وزن البضائع المشحونة، كنعبر الوزن ديال الشاحنة وهي فارغة تماما، ومن بعد كنوزنوا نفس الشاحنة مملوءة بالبضاعة لتحديد الوزن ديال البضاعة. سعيد خدام في شركة كتبيع علف المواشي، وهو مكلف بميزان شاحنات الإلكتروني لوزن حمولة شاحنات الزبناء، اللي على أساسه تتم عملية الفوترة والأداء من طرف زبناء الشركة. هاد النهار وزن البضاعة ديال واحد الزبون بالميزان اللي كان غير مضبوط، واللي عطى وزن أقل من الوزن الحقيقي ديال البضاعة بحوالي 100 كيلو جرام، وهو الأمر اللي كيشكل خسارة مالية بالنسبة للشركة، وهذا الشيء غير في عملية واحدة فقط. القياسات ضرورية في معظم الأنشطة اليومية ديالنا، كشراء المواد الغذائية والسلع والاستهلاك ديالنا من الضوء والماء أو التزود بالمحروقات. دقة أجهزة القياس ومدى احترامها للضوابط والمعايير والقوانين الجاري بها العمل كتحمي المستهلك وكتضمن الثقة في المعاملات التجارية. وهنا بالضبط فين كيجي الدور ديال وزارة الصناعة والتجارة، اللي كتقوم بمراقبة مترولوجية ميدانية دورية لأجهزة القياس ومدى احترامها للمتطلبات المحددة لاستخدامها. المترولوجيا أو علم القياس هي لبنة أساسية ديال البنية التحتية ديال الجودة في المغرب، وبهذا الخصوص الوزارة ديال الصناعة والتجارة كتقوم بواحد الدور مهم من أجل تطوير جميع الجوانب سواء القانونية أو العلمية أو الصناعية المتعلقة بالمترولوجيا، وكذا التعريف بها لدى جميع ومختلف المتدخلين. كما أن الوزارة تتسهر على وضع النظام الوطني للمترولوجيا، وذلك من أجل الاستجابة لمتطلبات جميع المتدخلين في القطاع، وذلك فيما يخص أولا حماية المستهلك، ثانيا المحافظة على البيئة، ثالثا التجارة الدولية، وأخيرا تطوير البحث الصناعي وكذا البحث العلمي. كما أن الوزارة من خلال تطوير ديال المترولوجيا تتساهم في الرفع من التنافسية والاستجابة لمتطلبات السوق وكذا المعايير الدولية والعالمية. من أجل تعزيز البنية التحتية الخاصة بمراقبة دقة وسلامة أجهزة القياس، قامت وزارة الصناعة والتجارة سنة 2008 بتعيين المختبر العمومي للتجارب والدراسات كمختبر وطني للمترولوجيا، واللي المهمة ديالو كترتكز بالخصوص على تحديد المعايير الوطنية المرجعية في إطار القياس، وذلك في المجالات اللي كتكتسي أهمية قصوى بالنسبة للمستهلك وبالنسبة للاقتصاد الوطني بصفة عامة. يمثل مختبرنا أحد ركائز النظام الوطني للقياس. يشتغل المختبر الوطني للمترولوجيا في المجالات الثلاث لعلم القياس: المترولوجيا العلمية، وذلك من خلال المشاركة في أشغال واجتماعات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، وكذلك دورات المنظمات الإقليمية والجهوية للقياس. المترولوجيا الصناعية، وذلك باستجابة لمتطلبات الصناعة الوطنية وحاجيات المختبرات من خلال توفير خدمات القياس لربط سلسلة القياسات المترولوجيا للمعدات والأجهزة الخاصة بالمعايرة القياس مراقبة والتجارب. ثم أخيرا المترولوجيا القانونية، وذلك باعتباره هيئة معتمدة للتحقق من بعض أصناف أجهزة القياس الخاضعة لنظام المراقبة. ميدانياً الأعوان ديال الوزارة والمؤسسات المعتمدة من طرف الوزارة كيقوموا بالمراقبة ديال أجهزة القياس، سواء منها المستوردة أو المصنوعة في بلادنا، وذلك لضمان الدقة ديالها. تم تنظيم عدد من أصناف أدوات القياس، وبالخصوص تلك المستعملة في المعاملات التجارية كأدوات الوزن وقياس الأحجام، وكذلك التي لها أثر على الصحة والسلامة كأجهزة قياس السرعة
وكذلك في مجال حماية البيئة أجهزة قياس انبعاث الغازات من المحركات. هذه المراقبة تقوم بها المصالح المخصصة لوزارة الصناعة والتجارة وكذلك هيئات خاصة معتمدة لهذا الغرض. الهدف من هذه المراقبة هو التأكد من مطابقة أدوات القياس للشروط التقنية والمترولوجية. المراقبة ديال أجهزة القياس كتمر على جوج المراحل. المرحلة الأولى قبل وضعها في السوق، وذلك عبر المصادقة على النموذج خلال تصميم دياله، وكذلك مراقبة دقة النموذج الأولي لجهاز القياس. المرحلة الثانية بعد الشروع في استعمالها، وهنا المسؤولية كتبقى على عاتق المستعمل اللي خاصو يطلب المراقبة ديال جهاز القياس سواء من الوزارة أو من المختبر المعتمد. في المغرب الميترولوجيا مؤطرة بالقانون رقم 0279 والنصوص التطبيقية ديالو في انسجام وتناسق مع الإجراءات والمواصفات الدولية الجاري بها العمل. مجالات القياسات المنظمة بالمغرب هي الوزن، أحجام السوائل، الطاقة، القياسات المرتبطة بحماية البيئة والسلامة الطرقية. الميترولوجيا جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، كتلعب دور كبير في القدرة التنافسية للمقاولات، وكتقدم حياة نوعية أفضل للمواطنين. لذلك فالوزارة كتواصل الجهود ديالها من أجل تعزيز مجال الميترولوجيا من خلال التوعية وتعزيز المنظومة القانونية والتقنية، وكذا التوافق مع الممارسات الدولية. الميترولوجيا أداة لحماية المستهلك ورافعة لتطوير الجودة في بلادنا.